ثوبها الأسود وشامة على الخد، تبعتن أخطاها وتراها من المفرق. اليوم من المفرق لنتعرف على مزيونة المفرق وثوبها التقليدي. هلا باليوم اقبل علينا كما القمر يضحك يا طيب رؤياه، يضحك وما له غير الضحك يمشي ويرتاح وياه. إن كان الشمس خلني شعاعه، وإن كان الليل خلني نجمة بسماء، يحكي جواهر متزن كلامه، لا يقولي آخ ولا آه، هو اللي حل الزهر منه ولا العطر والزهر حله. طبعا المفرق هي مفترق للطرق، وكان اللي بيجي من السعودية أو العراق أو من سوريا لازم إنه يمر من محافظة المفرق. طبيعة البيئة لأنها صحراوية والجو حار فيها، فكان يفرض علينا إنه نكون لابسين هذا الثوب الأسود. وكان مميزات هذا الثوب إنه يكون على شكل سبعة، رقم سبعة من قدام، هي لسهولة حركة المرأة في البادية. جميعنا نعرف إنه المرأة في المفرق أو في البادية إجمالاً هي تقوم بجميع الأعمال، سواء في رعاية الأغنام، ركوب الخيل، أعمال البيت، التخبز، فكانت لازم يكون هذا الثوب مريح بالنسبة لها في الحركة. لذلك دائما كان الثوب هو من طبقة واحدة، على عكس بعض المحافظات اللي يكون دائما أكثر من طبقة، حتى يكون مريح في الحركة، حتى يكون ملائم لهذا الجو الحار. طبعا في فصل الشتاء بيكون الأثواب بتكون قماشتها أكثر، بتكون مخمل يعني طبعا بتكون مخمل وتكون أدفى. طبعاً بالشتاء هي بتلبس تحته ثوب ثاني يكون قطن لون أسود، والبنطال أو اللي كمان لونه أسود، لأن هي بتركب خيل، هي بتعجن، بتخبز، بترعى، بتحلب الأغنام، فلما هي بتشمر عن هذا الثوب بده يكون الثوب مستر. كمان في عندك الملفع اللي هو بيلف أكثر من لفة على الرأس وعلى منطقة الصدر. كليتنا بنعرف إنه قديش النساء البادية هم عشان بينجبوا أطفال كثير، سهولة في إرضاع الأطفال وسهولة في لبس الثوب وشلحه. كمان أيضا في كمان العصبة، والعصبة هي يا بتكون سوداء أو بتكون اللون الأسود أو بتكون اللون الأحمر، وفي بعض المناسبات طبعا وبالأعراس تكون العصبة لونها فيها العديد من الألوان، فيها العديد من الورود. وتمتاز أيضا المرأة إنها بتزين، صحيح إنه الثوب أسود، لكن المرأة البدوية تزين هذا الثوب بالحلي، بالذهب، بالفضة، وكمان إنها هي بتجيب هذا. كان في زمانات كان في اللي هو الدواج، الدواج اللي هو بيجي أغلب الأحيان من سوريا، وهو اللي بيكون يحمل معه الإكسسوارات والأقمشة، وهاي الأقمشة بيبيعها على النساء البادية وهي بتحيك هذا الثوب. جميل جدا، يعني كانت هاي تقريبا هي الأسواق بالنسبة للنساء. صحيح قبل. صحيح، في بعض الأحيان كان بطبيعة المرأة بما أنها أنثى وتحب أن تظهر أنوثتها تطرز الثوب الأسود أحيانا بنفس الخيط لكن بيكون لامع، وأحيانا بتلاقي بعض الأثواب هناك زمة على الأكتاف، تلاقي المرأة البدوية هناك زمة على الأكتاف وأحيانا على الخصر. وكمان طبيعة الثوب أو طبيعة البيئة فرضت على المرأة في المفرق أن تستخدم الثوب لاستخدامات كثيرة، يعني هي بتعمل العصبة على هذا الشكل. أحياناً زمان كانت المرأة تخبئ أغراضها، مفتاح الصندوق اللي هي بتحط فيه كل أغراضها بتعمله زي العصبة، بتكون زي الجيبة بتحط فيها المفتاح. فيما بعد أصبح كمان هناك بعض الأثواب تفصل لها جيبة واحدة فقط على الثوب، كمان عشان أيام كان في نقوط زي ما بيحكوا بالأعراس، فكانت المرأة البدوية تضع هذا النقوط في الجيبة. وكمان كان بما أنه الصندوق هو المكان الذي تعتني فيه المرأة وتضع فيه مقتنياتها، كمان كانت تضع المفتاح إما أحياناً في خيط وتضعه في رقبتها.
بيئة المفرق هي بيئة تجمع جميع المجتمعات. أحياناً كانت مثلاً هاي العشيرة بتجيب امرأة من عشيرة ثانية أو من منطقة ثانية من محافظات الأردن، فهاي المرأة تحاول أن تدخل تراثها أو تدخل طريقة تطريز ثوبها على ثوب المفرقاوي، أو أي امرأة هي بتتزوج من غير عشيرة بتحاول أنها تأخذ هذا التراث وتدخله على التراث الثاني. لذلك أصبح فيما بعد هناك الكثير من الثياب والأثواب، التطريز على الصدر، التطريز على الأكمام، وطبعاً زمان كان بالأعراس يطرز أحياناً على الصدر وعلى الأكمام، لكن فيما بعد أصبح يزاد التطريز والأشكال والألوان، وأصبحت الألوان فيها الورود الأخضر. ثوب آخر لمحافظة المفرق، ثوب الدراج، هو الزي الذي يطلق على الثوب التراثي الأردني الخاص بنساء عشائر المفرق والبادية الشمالية الأردنية، السردية، المساعيد، السرحان، بني خالد، الغياث والطيب والإشرعة والجمعان والعظمات والنعمات. القماش الأساسي يكون باللون الرمادي والأزرق والأخضر والأصفر والأسود، وقماشه من الحبر ومن المخمل بفصل الشتاء. وكمان لأنه البيئة البادية كانت هي أحياناً تكون في بيت الشعر، فالملفع أحياناً أو العصبة هي بتستخدمه إذا كان ضيف غريب أو إجا غريب على بيت الشعر وكون زوجها غير موجود، فهي حتى تخفي ملامحها بهذا الشكل. وكمان لما كانت هي تذهب إلى الحصيد أو على نبع المي عشان تعبي مي، كمان هي بتخفي بعض ملامح وجهها عشان حر الشوب. وأحياناً لما كان الضيف الغريب يفوت على البيت الشعر كمان هي تخفي بعض ملامحها. طيب مريم، يعني بعيدا عن جمال المرأة وزينتها، ايضا نساء المفرق شو رايك، انه شو هيك تشعري انك ممكن توصفيهم، يعني شو بيميز المرأة في المفرق؟ طبعا بيميز المرأة بالمفرق انها امرأة جميلة وامرأة قوية، لانها في معظم الاحيان كانت تقوم بعمل الرجل وتقوم باعمالها، فهي اللي بتحصد، هي اللي بترعى الغنم، هي اللي بتقوم بجميع اعمال المنزل، وبغياب زوجها كانت أيضاً هي اللي بتركب الخيل، وتمتاز أصلاً بقوتها أنها هي بتعرف تستخدم السلاح. وتمتاز أيضاً المرأة في المفرق أنها بتستقبل الضيف إمتى ما إجا، كان زمان على هذا البيت، وهي تعتبر يعني كأنها هي محل الرجل وتقوم مقام الرجل بقوتها وصلابتها، وبنفس الوقت هي محافظة على جمالها وأنوثتها.